هيكملوا في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس. تمام، الرؤية يهمني أعرفها من حضرتك، لأنه أكيد وإنتوا قاعدين لو في أي مشاكل، لو في أي معوقات لازم تحطوها في الاعتبار علشان نسهل على الناس التعامل. طبعا يا فندم، هم عادة إن رؤيتهم هم يستثمروا في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، عايزين يستثمروا فيها في مجال المعدات الزراعية، في آليات زراعية، في حصاد وكده. أيوه. في مجال الحرث الزراعي. هم النهارده كبولنديين طبعا عندهم تكنولوجيا متوفره، حضرتك لابد واخد بالك ان بولندا خامس او سادس اقتصاد في اوروبا. صحيح صحيح. فعندهم امكانيات كبيره جدا، هم عندهم طموح ان التبادل التجاري بيننا وبينهم يعني او بين مصر ده يعدي المليار ونص دولار سنويا من طرفنا. فده يبقى نقله تقريبا بحوالي نسبه 100% من اللي موجود حاليا. هايل. فده هيبقى هايل جدا بالنسبه لنا، زائد هم عندهم استعداد يبتدوا يدربوا تكنيشنز عندنا وفنيين على الصناعات اللي عندهم متقدمه. فده حقيقه اللي توصلنا ليه النهارده. ان شاء الله طبعا يعني عشان فتره الصيف وكده المجلس هيبتدي يجتمع باذن الله يعني في خلال الاسبوعين الجايين دول. بعد كده ان شاء الله على اول سبتمبر هنجهز نفسنا وفد يطلع لهناك يتواصل معاهم في الامور اللي هي لها علاقه بالتصنيع في مصر، بحيث احنا جاهزين نبتدي نقدم لهم عروض استثماريه وندخل معانا مؤسسات ماليه كبيره في مصر، جزء من رجال الاعمال الموجودين في المجلس ناس مستثمرين وعندهم اقتراحات قويه جدا بالمؤسسات الصناديق الاستثمار العالميه، فممكن نبتدي نتكلم معاهم على فرص استثماريه كبيره جدا في مصر. تمام، هايل. معنى كده انه هتتحط اجنده يا دكتور اسامه لحضراتكم بالاستهداف الزيادات ايه، وكمان جذب مستثمرين من بولندا، يعني اقصد جداد يعني يضافوا على اللي موجودين، ولا ده احنا شغالين عليها دلوقتي، والحركه التمثيل التجاري ومعالي وزير التجاره والصناعه مديها تعليمات واضحه، فالتمثيل التجاري شغال معانا فيها وبمنتهى القوه عشان نحط اجنده واضحه نجاحك للزياره القادمه. نعم. ونتمنى يعني في الزياره القادمه دي يكون معانا يعني حد من الحكومه يعني يكون معانا في الوقت، بحيث يدي الوقت اللي موجود قوه سياسيه كمان كبيره جدا. نعم. ولما بتتقابلوا او اتقابلتوا يا دكتور اسامه بتتكلموا على يعني طبيعي جدا المستثمر بيبقى عايز يطمن على فلوسه بالبلدي كده او على استثماراته، هل في شكوى ما من بيروقراطيه مصريه بتعرقل الناس دي؟ يعني اعتقد دي اساسيه، يعني اقصد اعتقد ان دي اسئله اساسيه في البدايه كده لازم نعرفها. والله يا فندم انا ما فتحوش مع الموضوع ده بجد خالص، بالعكس هم مفتحين جدا على مصر، في مجموعه منهم جت مصر قبل كده هنا اشتغلت. نعم. مفتحين جدا بمصر، عايزين يشتغلوا اكتر، يعني حسيت ما لقيتش ان في معوق في كلامهم معايا كويس خالص. اصلي ده لو في يعني مهم معالجته بشكل سريع الحقيقه. طبعا لازم نبلغ نبلغ الوزيره ونقول لهم بالظبط ايه المعوقات تشتغل عليها. احنا دورنا احنا نسهل كل حاجه عشان نوصل اي علاقه بيننا وبين بولندا اقتصاديا على الاقل خلال المجلس الى افاق جيده جدا. نعم ان شاء الله. طيب بولندا بلد زراعي وبلد صناعي كبير زي ما حضرتك قلت، و هل مثلا هيبقى في استثمارات او بنستهدف استثمارات لجذب الجانب البولندي وايضا لتواجد حضراتكم هناك في مجال الزراعه مثلا؟ ما احنا الزراعه عندنا في مصر ومجهوم، حضرتك عارف ان هم بند من بنود تحت الزياره بتاعتهم، هم زاروا المركز القومي للبحوث الزراعيه. ايوه. وشافوه. فهم مهتمين بالجانب ده، وعندنا برضه زملاء في المجلس مزارعين كبار. بالثروه الزراعيه وكده، هم مهتمين جدا بالموالح، مهتمين بالفواكه ايضا، فهم يعني شاطرين فيها وعارفين بالظبط يعني الزراعه بتتم بطرق ازاي. طبعا احنا بنتكلم على المواصفات، بنتكلم على طريق التصدير، بنتكلم ايه الباكج اللي هم محتاجينها هناك، كل الكلام ده بتتم عليهم فيها، بس كلها ده لسه مبدئي، احنا اول يوم قعدتهم النهارده. نعم طبعا طبعا. مسافرين الاربع، فاحنا نقعد معاهم بكره تاني ان شاء الله مجموعه اصغر، ونبتدي نتكلم على حاجات فيري سبيسيفيك، نتكلم على التفاصيل او الديتيل بتاعه ازاي نبتدي نتجه معاهم للطريق ونقلب المفاوضات بتاعتنا الى شيء ايجابي. تسمح لي اتواصل مع حضرتك بكره على الهوا وتقول لي إيه بعد اللقاء توصلتوا لايه؟ يشرفك. ده يشرفني. حضرتك عارفه الوقت، يعني انا لسه خارج من دلوقتي عشان اتواصل مع حضرتك، بس فانا قاعد في العربيه
اكلم حضرتك عشان بس ارجع لهم تاني عشان نكمل معاهم القعده. احنا موفقين. موفقين 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 دكتور حسام. اشكرك فندم، اشكرك شكرا جزيلا.